السلام عليكم خوتي المغاربة من داخل الوطن وخارج الوطن، من طنجة الكويرة. السلام عليكم. أنا إما هاد البنيتة اللي مريضة، عندي بنتي عندها الروماتيد وعندها ميكرو في الدم وعندها التهاب المفاصل، ومشيت لكازا، سافرت مع تما في كازا، كاين الطب مزيانين وكاين الناس يعني بروفيسورات في الحالة بنتي. دبرت باش ركبت، بعد المرأة واحد السيدة عطاتني باش ركبت، ركبت مشيت في يد الله، مشيت وصلت عيط للقناة شوف تي في، جاو مشكورين الله يجازيهم بخير، وقفوا معايا القناة شوف تي في، كنوجه لها التحية من هنايا، لا هنا لا شوف تي في لهنايا اللي في طنجة ولا شوف تي في اللي في كازا، يعني في المغرب كنوجه لهم التحية، كيساعدوا على الخير ولكن ما كاينش معاها من تعمل الخير. علاش؟ أنا مشيت عملت هذا النداء، دخلت عليا وحدة كنت باقا كنعمل لايف، صونت عليا قالت لي السلام عليكم، قلت لها سلام، قالت لي انا غنتكلف بنتك بالفلوس العمليه، سكانر، الفحوصات، في كل شيء. قالت لي عرفتي اش غتعملي؟ مشي للكلينيك. قلت لها دابا الليل ما بقاش كلينيك. مشيت بنت عند سيده من العائله وانا ما عنديش ريال، عيطات لي في الصباح، صيفطات لي كلينيكا في شارع الزرق طوني بدون درك اسميه، كلينيكا مختصه في الحاله بنتي. قالت لي لا، مشي لكلينيكا اخرى. مشيت لكلينيكا اخرى في الوازيز بدون ذكر اسمها، الكلينيكا في الوازيز جاوبتني الطبيبه، المديره تما، السكيورتي الفرامليه تعاطفوا مع الحاله بنتي، وهضروا معها بالتليفون، معايا كتواصل معايا بالتليفون. قالت لي غنفيرسي لك الفلوس، قالت لي غنفيرسي لك 7000 درهم. عيطت لي ومشاو جراني النهار كامل، وهضرت معايا مولات الكلينيك، المديره ديال الكلينيك والاطباء، وقالوا لي بنتك الحاله ديالها خصها تنعس، الحاله بنتك خصها تنعس في الكلينيك، وخصها السكانيرات والعلاجات. نط عيطت ليها، قلت لها شو، دوزت ليها الطبيبه، هضرت معاها، قالت لي واخا، قالت لي اي مبلغ. صيفطتني انا للبوسطة، مشيت للبوسطة بنتي بالعكاكز، واحد الحاله وبتقول واحد الحاله هازين معنا حويجاتنا، مشيت للبوسطة تما، بقيت جالسه النهار كامل بتجوع، وبنتي الماء ما شربناه شي، ما عندناش لا باش نرجعوا لطنجه ولا فين نباتوا ولا شنو غناكلوا، وبنتي مريضه بنتي، مازال نقدر نعس في الزنقه. انا ماشي مشكل، انا ام، انا الماضي وبنتي المستقبل، انا الماضي وبنتي المستقبل. بنتي باقا باغا تقرا، باقا باغا تشتهد، باقا قالت لي ماما انا بغيت غير نكبر ونقرا ونعوضك على هذا الشيء هذا، ولكن ما كانش عليها تنصب عليا وتكذب عليا، ما عندهاش باش تعطيني، ما تعيطليش، ما عندها تدعي لي من بعيد، تفلات عليا وتفلعوا عليا عديد، الرجال كيدخلوا عليا رجال، ما عرفتش انا ملي عملت داك، انا عملت شفتي في هنايا في طنجه، ما وقعليش بحال اللي عملته انا في كازا، دخلوا عليا الناس، الرجال متحرشين خصهم يتعالجوا، مرضين عقليا، مرضت لدرجه انا دابا مريضه بالاعصاب، كيطلبوا مني كيصيفطوا لي شي تصاور، وكيطلبوا مني شي حاجه اللي حشومه، يحسبوني انا امهم ويحسبوني انا اختهم. واش المغاربه ما بقاش فيهم الرحمه؟ لا، كيصيفطوا لي كيقولوا لي تصوري بيت النعاس وزولي عليك ونصيفطوا لك. اما اللي عيطوا لي الزواج، واش كلشي باغي يتزوج؟ كلشي باغي يتزوج بيا؟ واش الزواج ما شافوني ما عرفوني؟ انا عملت نداء لحاله بنتي، ما عملتوش انا على الزواج. انا لو كنت عملت نداء على الزواج ما يبقاش فيا الحال، انا عملت نداء على الحاله بنتي. اما النساء دخلوا عليا النساء متحرشين، اخوتي نساء متحرشات، نساء صوروا لي من لا حول ولا قوه الا بالله، دخلوا عليا النساء كيقولوا لي تصورينا مشي لبيت النعاس وتصوريه ونهضروا معاك ابي الفيديو، كنقول لهم علاش الشيطان ما كتحسبونيش انا اختكم؟ علاش؟ واش ما عندكمش العقل؟ ما كاينش ضمير؟ راه خصني انا ضمير. انا عملت هذاك اللايف ماشي للتفليه ولا ضد الضحك، راه باش الناس يعاونوني، انا فيا الاب فيا الام، بنتي باباها متوفي، ما عندناش كاريه، المعيشه غلات، كل شيء غلا، والخدمه ما كايناش، حنا انا بنتي ما كتلقى حتى باش تاكل، ما تشوفوش الجلابه ديالي اللي لابسه نقيه، انا راه غير نقيه، ولكن الماكله حتى كنخرج وليت كنسعى باش ناكل، الخدمه ما كايناش، خدمه بباك صاحبي، انا وليت كنسعى بطاطا بمطيشه بجعده، انا شوفوا من حالي، مش تدخلوا تقصروا عليا وتصيفطوا لي شي تصاور، فيهم قله العفه وقله الدين، قله الحياء، حشومه،
اللي بغى داكشي راه عطى الله، ماشي روتي اليومي، ما يدخلوش عليا انا. اللي بغى داكشي، انا من هذا المنبر كنوجه التحيه للمغاربه كاملين، المغاربه الرجال والمغاربه اللي فيهم قله العفه، يمشيو عند روتي اليومي، ما يجوش عندي انا. انا عندي ام، انا عندي بنت اللي ما عندهاش، عندها انا امها، انا والله الله، انا شوفوا من حالي وشوفوا من حال بنتي، حسبوا بنتي بنتكم، وانا هذوك كاع اللي دخلوا علي انا دعياهم من الله، حسن ما عندي جهد. باش نصيفطوا لك الفلوس وكان بلوكي وكيعيطوا لي بابيل، كيعيطوا لي بابيل ما مطلعينش النمره. رجعت انا دابا حاليا، انا خوتي كنستعمل الدواء ديال النعاس باش كنعس، سبولي انا وليت معصبه، كيخليوني بلا نعاس، كيعياو بيتصلوا بالليل بالنهار باي ساعه في اي ساعه. الغرض ديالهم ماشي مساعده، انا عملت هذا الفيديو هذا راه ماشي هذا اللايف هذا، عملته راه للمساعده باش يعاونوني خوتي خوني، ولكن المسلمين دخلوا طالبين مني شي حاجه اللي مستحيل، اللي حشومه، اللي العقل ما يتقبلهاش. كيفاش راجل يطلب من اختو في الاسلام نتعرى باش يصيفط لي؟ انا اللي بغيت داكشي راه كنعرفو، داكشي ديال العراوه انا كنعرفو، وانا ما باغاش نمشي ليه. انا باغا انا وقفت عليكم، راه اي واحد يطيح في هاد الظروف، راه كما تدين وتدان، راه كما تدين وتدان، يوما علي ويوم عليكم. راه اللي ضحك عليا راه غير الحق. واحد دخل عليا قال لي اللي فيكم كافيكم، علاش المرض المؤمن مصاب، المؤمن مصاب. بنتي مرضت، هذا امتحان عند الله، الله امتحني في بنتي والحمد لله، انا ام مكلومه. اي وحده كتشوف بنتها كتشلل، انا بنتي متعرضه للشلل في اي ساعه، اصلا جاها شلل. ميكروم في الدم والتهاب المفاصل، يعني بنتي متعرضه للشلل في اي لحظه. الله عندها 14 طالعه ب 15، يعني شوفوا من حاله بنتي، شوفوا من وضعيه بنتي. راه انا كنعمل نداء لخوتي المغاربه اللي في قلبهم الرحمه، وخوت الجمعيات، حتى شي جمعيه ما دخلت عليا، الجمعيات كيكذبوا، الجمعيات كيعرفوا بعضياتهم والعائلات. بعد الجمعيات، انا الجمعيات كاملين، انا حتى وحده ما تعاطفت معايا، كنوجه لهم نداء من هذا المنبر هذا، الا شافوا الحاله بنتي يتواصلوا معايا. ها النمره ديالي على الشاشه، ها الرقم ديالي، اتصلوا بيا الجمعيات. انا عيت ما كناشد بزاف الفيديوهات انا عملت على جمعيات، وحتى شي جمعيه ما دخلت على الخط، حتى شي جمعيه اخوتي المغاربه ما دخلت على الخط. انا بغيت شي ناس في قلبهم الرحمه يحسوا بحاله بنتي، حسوني انا انا كاريه بيت واحد، فيه كنطيب، فيه كناكل، فيه كنعس. انا كما غنخدم غير على بنتي، باغا نقريها، باغا نخدم على بنتي، فين هي الخدمه؟ باغا نتعالج بنتي، بنتي ما لاقيه ما كتعالج نهار على نهار، حالتها كتدعور، بعد النوبات كتمشي بالجوع المدرسه، بالجوع. يعني شوفوا من حاله بنتي وحالتي، شوفوا من حاله بنتي وحالتي، ما تشوفوش الجانب اللي فيه قله الحياه وقله العفه. شوفوا كأنا ام مكلومه على بنتها، ما عندي لا حنين لا رحيم، عندي الله وانتوما. علاش كتدخلوا كتستهزئوا مني؟ وعلاش كتدخلوا انا فيا حرقه على بنتي؟ فيا حرقه، ماشي يدخلوا ويستهزئوا بيا ويطلبوا مني شي طلب اللي مستحيل يتحقق لهم. الا كانوا قصروهم بعد النساء، بعد هذوك اللي كيتعراو، انا لا، انا توليتهم فاستتيروا.